السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم تجميع الرايزني زي ما يقولون. طبعا سوينا تصويت في اليوتيوب، طلع اكثر التصويت يبون تجميع وباتل فيلد، فبإذن الله راح نسوي تجميع، راح نسوي باتل فيلد، وراح نسوي كل الفيديوهات الثانية تتبعا يعني على حسب النسبة. فما بيطول عليكم اكثر من كذا، واخليكم مع الفيديو. طيب يا جماعة الخير، أول شيء عندنا هنا يا جماعة الخير من AMD Ryzen 5 2600X. طبعا معالج هذا يا جماعة الخير من الجيل الثاني من رايزن، يتقارن مع الاي 5 تقريبا. سعره جدا حلو، سعره 750. اللي يقولك أخذ مثلا اي 5 8400 بنفس السعر، أنا أقول هنا يا عزيزي تقدر تكسر السرعة إلى 4.2 معليش ميجا هرتز أو جيجا هرتز. وطبعا فيه المعالج 6 كورز 6 أنوية زي الاي 5 أعتقد. فصراحة أنه جدا ممتازة المعالج، وياخذ 95 واط من قوة الباور سبلاي. طبعا نجي اللي بعده عندنا، عندنا هنا من باور كولر اللي هو الRX 580. طبعا الRX 580 يتقارن زي ما تقولون مع الـ GTX 1060 Ti نقدر نقول عنه. طبعا يجي بتصميم جدا جميل من الشركة هذه باور كولر، وقيمته جدا حلوة 731. طبعا هو تقريبا مع الرايزن 5 2600X أقوى بشوي من الـ 1060 وأضعف بشوي من الـ 1070 Ti. طبعا يجي الفيرام حقه 8 جيجا زي تقريبا GTX 1080 والRTX 2070. فنجي اللي بعده عندنا يا جماعة الخير، هذا المذر بورد من MSI البي 450 جيمينج بلس. طبعا هذا المذر بورد يا جماعة الخير تقبل كسر السرعة للرايزن فقط. ومعلومة يا جماعة الخير، أي مذر بورد تاخذها للرايزن حاول تشوف ان فيها سرعة الرامات فوق 3200، لأن معالجات الرايزن تحتاج لسرعة الرامات. طبعا شكلها حلو المذر بورد، يعني أسود بأحمر فضي، فأكثر ستايلات الشباب جاي على الشكل هذا، فبيجيك يعني شكل حلو. نجي اللي بعده جماعة الخير، من عندنا من جي سكيل ريب جوز اللي هي 16 جيجا رام، سرعتها 3000. خذ لك أقل شيء في الرايزن سرعة 3000 يا جماعة الخير، لأن المعالج يتفاعل مع الرامات بشكل حلو. فزي ما نقول هنا سرعتها 3000، التايمينج حقها 15 15 15 35، الكاس لاتنسي 15، مش بطالة حلوة، وسعرها جدا ممتاز 400 ريال. طبعا سعرها مرة حلو. طبعا ما في RGB، اللي يهتم RGB يروح ياخذ RGB لكن يدفع أكثر، لكن هذه تعطيك أداء حلو. نجي اللي بعد عندنا هنا جماعة الخير اللي هو الـ EVGA 500 واط برونز اديشن من الباور سبلاي. طبعا عليه ضمان 5 سنوات الباور سبلاي، يعني الى بكره مال الضمان حقه. 80 بلس فيه برونز نون مودولر. طبعا هذا المودولر والنون مودولر والسيمي مودولر هي تخلي قيمه الباور سبلاي يعلى وينزل. وغير هذا اللي هو زي ما يقولون اللي هو تضييع من الكهرباء او شيء التحمل، يعني في هذه الشهادات ال 80 بلس برونز، في 80 بلس وايت، في 80 بلس جولد، في 80 بلس بلاتينيوم، وفي 80 بلس تيتانيوم. الفرق بينهم كل ما اخذت اكثر، يعني في اقل شيء هو الوايت، ثم يجي بعده افضل اللي هو البرونز، ثم بعده يجي اللي بعده الجولد، ثم اللي بعده يجي البلاتينيوم، ثم بعده يجي تيتانيوم. كل ما اخذت رقم اعلى في طبعا في الباور سبلاي يخسر بعض الطاقه عشان يجيب للجهاز. كل ما زادت الشهادة قلت نسبة الخسارة من الكهرباء الزايدة هذه. لكن البرونز اديشن يجيب لك تقريبا ما يقارب 85% الى 90% من الطاقة للباور سبلاي، فجدا كافي وجدا ممتازة للي عنده بي سي زي هذا. لا تاخذ تيتانيوم ولا تاخذ بلاتينيوم لانك راح تدفع فلوس على غير سنة. طيب نجي اللي بعده هنا جماعة الخير، عندنا هنا الهارد ديسك من شركة سي جيت، 1 تيرا بايت درايفر.
يعتبر جدا ممتاز. ومقارنة بالدبليو دي تقريبا يعطي نفس أداء الدبليو دي فيه اللي هو سرعته 7200 RPM، يجي 1 تيرا 2 تيرا 3 تيرا و 4 تيرا، قيمته 151 ريال مع الشحن، ترى جدا بسيطة قيمته، بعكس الدبليو دي تقريبا قيمته 200 ريال الدبليو دي أو 170. فأنت أولى بفلوس هذه وترى ممتاز جدا الهاردسك هذا. طيب نجي بعد عشان نظام، عشان يقلع عندك الجهاز تاخذ SSD. طبعا SSD الآن قيمته جدا جدا حلوة، اللي بيأخذ SSD يأخذه الآن لأن قيامه صايرة بالأرض. طبعا هذا 240 جيجا تحط فيها النظام، تحط فيه كم لعبة، تحط فيه برامج حقتك حقت المونتاج. 240 جيجا كافية، النظام راح يأخذ منها تقريبا 30، برامج المنتج راح تأخذ تقريبا نقول من 15 إلى 20، الألعاب عندك لعبتين تحطها على تبي. قيمته 124 ريال مع التوصيل، رخيص جدا رخيص جدا. طبعا شركة الاس بي كويسة مش بطالة، حلوة هي على كينغستون على الدلتا اللي هي تيم جروب كلها حلوة. طيب نجي لآخر شيء عندنا جوة الخير اللي هو الكيس. طبعا الكيس هذا أنا اخترته يعني شيء شخصي، يعني هو الأخير أنا اخترته. ليش اخترت الكيس هذا؟ لأن يجي فيه ألوان RGB، فيه تمبرت كلاس وحجمه ميد تاور، يعني كل مواصفاته حلوة مش بطالة. حتى شفت لو تشوف مقاطع عنه، الكيبل مانجمنت اللي جي تركب الجهاز ما هو صعب، سهل إن شاء الله. اللي من شركة بيتفينكس، قيمته 173 فري شيبينج، يعني ترى كيس وشحن مجاني 173. وش الكيس اللي قيمته 173؟ طبعا في ميزة الكيس هذا يفتقر عليها أكثر كيسات في وقت الحالي، مع أنه ميزة ما تحتاجها لكن ممكن تحتاجها في بعض الأحيان، ما تدخل السيدة وما تدخل بلوراي. بعض الشركات ما زالت يعني مثل الطابعات وكذا، بعضها صار نسختها قديمة أو مثلا ما تحصل نسختها على الإنترنت، فينفعك جدا المدخل هذا. طبعا انت تضيفه بقيمته 70 او 80 ريال تضيفه المدخل هذا. طبعا الكيس يجي منه اللونين اسود والابيض، لكن انا اخذت الاسود والاحمر تناسقا مع المذر بورد والرامات والمعالج. طبعا قيمة التجميع هذه يا جماعة الخير شامل الشحن، شامل الضريبة، واصلة عند باب بيتك، وشامل الجمرك وكل حاجة. قيمتها يا جماعة الخير 3034. انا بالنسبه لي لو تقول لي ايش رايك بالتجميع هذه، اقول لك جدا 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 بطله، واشوفها انها جدا ممتاز صراحه. لكن تقول لي هل هي الافضل، اقول لك لا، لكن هذا التجميع جوات الخير ممتازه للي جديد على عالم البي سي هذا واحدا. ثانيا اللي يبي يلعب العاب بغض النظر انها 2K ولا 4K ولا فول اتش دي، يلعب على مثلا على فول اتش دي كافي. يجي بأغلب الألعاب إن شاء الله من 60-50 فريم بإذن الله تعالى. طبعا ما تكون عددات على هاي، تكون على من نقول من ميديم إلى هاي وتشغل لك اللعبة تمام. في بعض الألعاب عندك فورتنايت ممكن تجيبها على عدد، ممكن تجيبها على فريمات عالية، ممكن توصل إلى 100 فريم تقريبا إذا ما أنا متأكد، صححوا لي تحت في الكومنت. قيمة التجميع طبعا 2898، لكن قيمة الضريبة وقيمة الشحن راح تطلع 3043. طبعا هذه شاملة كل حاجة، وتضيف عليها أنت الويندوز تقريبا قيمته ويندوز أصلي بخمسين ريال، أو تضيف لك مكرك ببلاش، شيء راجع لك. فبس يا جماعة الخير إلى هنا خلص الفيديو حقنا. أنا أعذر منكم يا جماعة الخير ما أسجل فيديوهات كثير لأني جالس أشتغل على السيتاب عندي، وشوي مشغول تعرفون جدة الجامعة وجدة اختبارات، الله يعين ووفقنا جميع. وكان معكم باسل من قناة سوكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.